السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زيارة للإخوان من ميلود وخوتو إن شاء الله. واحد المحسن اتصل بيا من الجالية مسكين غادي يشوف الفيديو وقال لي دي لهم نص حوليم شوي. الحمد لله غادي أنا وسي محمد راه ثاني جابوا لنا شي محسنين شي كواش وشي كسوة وكلش الطوموبيل راه عامرة. حنا داخلين للطريق هي الطريق ضربوا واحد مسافة يلا بيست. احنا قرب نوصلوا غادي نستاسيون الطوموبيل غير مور دوك السدرات لحقاش ماناش فين نزيدو ليه فهمت تما غادي نطلعوا نديرو الحويجات فوالا غادي نجي في واحد الموقع زوين لا موقع زوين ولكن ضربنا ليها تما. احنا وصلنا لعندهم هذيك الدار القديمة راكو تشوفو والدار اللي بنينا لهم راه هي الفوق. جبنا لهم الكوش جبنا لهم كلش الحمد لله. واحد المحسن عطاتنا الكوش مشينا لهم بجلالب وواحد السيد اللي كلفنا قال لك ديو لهم نص مشوي الله يتقبل اخويا عاد الكوش هذو جمعة المحسن الله يجازي هذه خير تريكويات. الحمد لله الله يجازي خير المحسنين. ها هو جاي يحيى نجيبو لواحد الزايله باش نهزو عليها هادشي هذا. ها هما هنا واه الجلالب الكوش الخضره كلش الحمد لله. غادي نطلعو عندهم ان شاء الله نزوروهم كنزوروهم مره باش ما عندنا لا طوموبيل لا والو. جبت معايا السي محمد ها هو وهاد السيد هذا اللي كلفنا بهذا قال لك ديو لهم نص مشوي ها هو السخروفه ان شاء الله نطلع عندهم دابا. استناو يجي يحيى يجيب لنا الزايله حقاش هادشي بزاف. راه من طالع راه الدار اللي كما كتشوف كما كنقول في الفيديوهات اللي قبل الفيديو فين كانوا ساكنين كانوا ساكنين في ديك تحت الدائره اللي كتبان لكم قبل ما نبنيو لهم. والطريق مكرفش شوف الطريق راه تما حسن والميلود يا مسكين. اه كيفاش ما كاين والو؟ ها اه؟ اخويا غير الكوادر مساكين كبروا هو ياك. لا سيدي خرجي نصاوبو دي بانيناها. ها انت البلاط سيدي والله ان شاء الله. لا واحد السيستا انت غادي تجي هنايا قدامها وتمشي معاها هاك واه غادي تميل تميلها صح فهمت. احنا مسرجين الباكطاج احنا غاديين تمايا سير غير بلاتي تمام هذا هي الطريق الطريق هذه كاملة سيبو الرحلة ها هاد السيد هذا عاوتاني هاد المحسن هذا اللي من فرنسا مسكين جاب لنا نص دينا الفران قال لك دي لهم والو دي لهم نص مشوي. احنا داين اخو شوف الطريق اوكي جاتك محمد هذا خويا رحلة وعر ها رحلة وعر عرقنا عرقنا مازال ما وصلنا الله يتقبل من جميع المحسنين. وهاد الفيديوهات راه كنديرهم ديما كيما كنقول لكم كان لا رياء لا والو كنحفزوا الناس وصافي. الله يصلح خويا ابو جمعه الله يلا نيش هاكا. باش نوصلوا للدار الفوق يلا سيمو شيوا زحشون صغير زينتو كنا السي محمد الاول واه هنايا حطو شوف دخل هاد الزنكه هادي بها زدت الفيديو الاول انا
هنا كانوا يسكنوا هما والوالده ديالهم راه توفات كما كتشوف هنا هكذا. هذه هي السكنه ديالهم الاولى قبل ما نبنيو لهم. الحمد لله محسنين. نطلعوا للدار الجديده فينا على ميميل المسكين ما كيشوفش. ها انتم تسمعوا. السلام عليكم. السلام عمي ميلود بلاد. عمي اهلا. السلام عليكم. شارك ده اسمح لي لاباس مزيان كيرك ده بخير بعطيك دعوه مزيان هانيا الحمد لله. اشيش عمي كانوا جاوا واحد الايامات وا كانوا جاوا مساكن هذيك هي ولاو قالوا كذا درك من بعد عاود نوليو واو تهلا فيكم شويه وكذا من الله الله يتهلا فينا وفيه الله في الدنيا وفي الاخيرة. ايوا ما ينقص الخير غير الحرام. كي جاتكم الدويرة مزيانة بعدا احسن من احسن من هذيك اللي تحت. لا عمي ايوا الحمد لله. الله يبني له بيت حتى اللي هو خوتنا المؤمنين. حتى حنا راه وصلنا شي محسنين نجيبوا لكم شي امانة هنايا وراه وصلنا صانا ابو جمعة بعدا. اه وصلنا ابو جمعة نجيبوا لكم شي امانة هنايا. وعمي الله يعطيكم تعب الخير ويعطيكم الخير الله يفرحكم الله فيكم. جينا نشوفكم كي دايرين مع الصحيحة. وعمي الحمد لله العينين ما كاين. راني عارف اللي كاين. هذا دريس هذا خوه. ايوا ان شاء الله. كيفاش؟ هانية. السلام عليكم. كيفاش؟ عمي ميلود. عمي. كيفاش داير؟ الحمد لله. الله يسلمك. عرفتك بحال هذا هذاك جات لي ياك سولك قال لك واش كيجي عندك سولك قال لك واش كيجي عندك الله يجزيك الخير راه الخير غير الحرام راه هذا مدرس تا هو قريب 66 سنه يعطيك الخير زعيم واحد السيد مسكين صيفط لك واحد الخروفه مشويه واحد الخروفه مشويه وما عنديش انا راه هنا راه جبناها هي هنا طيبة والله طيبة ها الله يفرحكم الله يرحم والله لا جبناها دابا ما حرتوش ولات كي دايره عاودي الحوايج راه ايام اخويا الخضره ما شتناش وعلاش غالب الله غالب ورا تما كلش ورا جابك خروفه دابا دعيم هاد السيد هاد واش ما غادي نقول لك هو فرحنا هنا وغادي دعيم هاد السيد هادي هي جابت لكم الكسوه وجابت لكم الكوش ها هما هنايا غير مسخرين هنايا شي ديالنا ها انتوما حنا جايين على غفله كما قال لكم ديما كنجيو على غفله مساكين كان قال لهم عمي ادريس هذا عمي ادريس حتى هو ها مساكين ها الله ما كان حتى حاجه شوف سكر ها آه شوف قالك 6 ايام انا شايف الخضره مساكين ها زيد زيد هي ودي عمي ميلود هي ودي والله الا شفت الشف ها وا يعني خصني سبرديله ولا هاي سبرديله هنايا غادي نزيدو لك واه ديرو غير بس هذه بس ايه يعني حتى تنجيبو لك واه لا يحفظكم الله الله راك مخير الله يخليك مبروك والله الا الشاب مو حاد الله 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 راك مسكسف ها كاشني ها كاشني ها كاشني ها شوف ها شوف كاشني دير له هكذا البرد هذا هادي هكا انت انتيك ها مخير مخير الحمد لله خيركم في الزين ودعي مع الناس كامل اللي شوف دعي مع محسن عطاتك الكوش اه
ربي يجعلنا وصفنا نصحوا ليا اه نصحوا ليا بشويه نحطوها دابا وانا خاطري ما كناكلش اللحم الله يكرمنا ها تاتا والو هذا مدرس مدرس هو عنده حاجه في التفسير هذا السيد هذا كتشوفوه باقي لبس الفضه جمعت خوتنا المؤمنين والمؤمنات امين يا رب العالمين الله يرضى عليك الحبيب الكريم كسيتونا ودفيتونا كان غير بالفرحان الله يكسيكم من الجنه يوم القيامه من كل حساب العقاب امين يا رب العالمين كل الناس فينا عليانا تكونوا مكسيين من عند الله امين الله يستر الله امين احمد سيدي امين يا رب العالمين مدرس دعي معنا اخويا عندك بالكليم مسكين يلا روح نتغداو روح نوض ميميلود انا ما كناكلش الصغير ديالنا تكرم اليوم بنص مسكين حنا ديرهم مشوي هذا النص هذا بصحتكم بصحتكم الله صحه انا ما كناكلش اللحم انا والو كاع المهم اخوات الوالد ديال هذا الشاب هذا واحد صديق ديالي في فرنسا مسكين وصيفط لي الامانه واه فرنسا قال لك واه قال لي دير لهم نص شويه ودير لهم ريبيطاي مع الفلوي كلش الحمد لله انا جبنا دعي مع هذا السيد هذا مسكين دعي مع هذا راه جاب لكم واحد نص خروفه بشويه راه ديرهم باقي حيت تهجم بك ما امين يا رب العالمين ودعي مع واحد المرضى لا تا واحد الدراسه تاع خير في الدنيا ويعطي الحسنات وزنا يوم القيامه بالرحمه امين يا رب العالمين وهذا الفيديو هذا كما كنقول لكم ديما راه ماشي كنديروه غير هي ولا لا كنديروا بان الناس الحمد لله مازال كاين الخير فهمتي يعني كنبغي غير الناس اللي يوصلوا الامانه وكلش هنايا هاد السيد هذا اتصل بينا قال لك دير لهم لاخر حنا اللي علينا كنديروه قال لي دير لهم نص نديرهم صح قال لي دير لهم هادي دير لهم هادي انا كندير وكنصيفطهم في البريفي وكنشرو هذا الشيء باش نعمو الخير وصافي هذا الشيء ما كان حنا ماشي انا اللي قلت لك راني جيت وعطيت لهم ودرت وكذا ولا انا غير كنتسخر بسبب الله انا الا درت شي حاجه كتبقى بيني وبين ربي وما نقولها لك لا انت ولا اخر ولكن نرزق الناس وما كنقولش الاسماء ديال هاد الناس كندير محسن محسنه صافي باش الناس يزيدوا يشوفوا كاين حالات يعني تقلبوا غير في الاحياء الجيران ديالكم ولا تلقاو حالات يعني الصراحه حديت ولا حرج هادو راه كانوا عايشين واحد العيشه كون شفتو يعني الصراحه قول كي كنتو تعيشوا هنا من ميلو كي كنتو تعيشوا في لاهور في الدار القديمه عمي يبا جا الله يجعل لي ابن راح واحد البيوت وابني البيوت الجنة تدخل عليها اليوم ها روح يا خويا روح روح يا واه كيفاش هضرت فيها؟ قلنا واحد العيشه نبلعوه الباب نبلعوه بالسدره. واه. هو سيدي والعيشه ما تماش، المهم ومن جي الشتاء نبقاو نتحولوا بحال الوحش من كذا واحد يبغى ينقز البلاصه. لكن غطوا علينا الميكا. حلو كان يدخل عليكم. والله لا كان يدخل علينا والله. حلوجه. حلوجه الله كان خطرت لي نلقاهم تحتنا العقار شحال خطره واحد والله الا عقرب عدد الوالده الله يرحمها مسكينه راه دار الحق تقول لي قول اولدي احتاج لحق. ايوا نعطيهم هاد الناس كاملين اللي ساهموا الحمد لله درنا لهم هاد الكرامه اللي فرحنا وفرح ربح اللي فرح ولاده الله يفرحهم الله يصحتكم اسيدي وانا خاطري ما كان كل قبل ولا بس صحه الله يبارك هاي انتوا يلا الحمد لله شنو عايشين طاقة راه الفوق تا هي هاي الحمد لله ما شواشي كلش شكروا كاع الناس اللي كيساهموا معهم هاد الناس هادو ويستحقون اللي بغى يجي يزورهم مرحبا انا نجي معاه حتى لهنا ما ياكلش بصحتكم عمي الميلود ما كيشوفش مسكين صحتكم هذا السيد هذا برافو عليه والله الا برافو عليه ايوا ها حنا كلينا هنا ان شاء الله يجبر واحد الحاجه بجنة زينة ان شاء الله ان شاء الله يا رب فرحنا ورحنا بلا خضره بلا حتى حاجه والله نعلم راني قنطر راني صافي هاي حسبنا الله
راه تما كلش، راه تما كلش، شوف راه تما الخضرة، تما كلش، تما التيت الشامبان العصير كلش، راه تما كلشي جاب عجب. الله يخلف على هاد الناس، ماشي عليا أنايا، الناس اللي هما اللي كيصيفطوا هاد الشيء هذا. السلام عليكم. أو الزيتون، راه الزيتون مزيان. صحتكم. الحمد لله حنا جبنا لهم خضرة وجبنا لهم كلش. شكرا لكلش. الحمد لله. داي معاهم من ميلود، داي معاهم. صبر الله. صبر الله اللي قدروا يعلم. هاي الفتح اللي فرحونا وقدونا وكلونا وصبرونا. الله يفرح بهم، الله يوم القيامة. امين يا رب العالمين، امين. صحتكم امين ميلود. صحتكم. ما كيشوفش من هنا. الله يكرمهم الله. نمشيو ياك اخويا شيك صاحبك راجل. السيد عمرني ما سمعت الهضره ديالو حتى اليوم. لا شكون هو اليوم؟ عاد جيت انايا. هذاك الشيء اللي هذا ضيف جديد جبتو معايا. ضيف جديد جبتو معايا. واه كل مره كنجيبو واحد باش يزوركم، باش يشوف حتى هو هنا القضيه فين كيعيشوا الناس. واه من عند الله. ايوا الله يرحم الوالدين والله يتقبل من جميع الناس اللي كيجيبوا لنا الناس هادو ان شاء الله. واللي بغى يجي يزورهم يجي معنا. كل مره كنجيب معايا واحد من دري صحابي الحمد لله. شوفوا الناس فين كانوا عايشين دابا الحمد لله. ونشكر هذا المحسن هذا اللي من فرنسا اللي انه تطوع قال لي دير لهم نص ديال الخروفه شويه لهم. دينا احنا داك الشيء اللي كيقولوا لنا الناس كنديروه. قال كذا بغيت نفرحهم والاخر دينا لهم حويجات وكوش وكلش. الله يتقبل من جميع من مصر جمع لهم مصروف ديال عامين الحمد لله. الله يجازيهم بخير المحسنين. كل عام كنجمع لهم مصروف ديال عام باش ما كنديروش ديك القضيه ديال الشهر ولا سيمانه ولا كنجمع لهم ديال كلش. ها فين كانوا يعيشوا لهيها راهي لهي هذيك هي الدار القديمه ديالهم. والحمد لله ها هي تبنات لهم هاد الدويره هذه هنايا. ها هي الطاقه بكلش. ها فضل الله والمحسنين. ها هي الحمد لله. والله يتقبل جميع المحسنين اللي كيساهموا مع هاد الناس هادو قليل ولا بكثير ولا بالدعوات ولا بكلش. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غادي نمشيو لتاوريت عندنا كاين واحد 25 كيلومتر 30 كيلومتر اللي كاينه بعيده منا. السلام عليكم. والله حنا غادي نمشيو نروحو الحمد لله. سي محمد كي كاينه كوزينه؟ الكوزينه خاويه مساكين قال لك راه سيمانه ما كليناش الخضره. سبحان الله. لا سكر لا زيت لا حاجه. نشكر جميع الناس المحسنين اللي ساهموا معاهم من قبل ولا من بعد. حتى اللي بغى يجي يزورهم يجيبو حتى للمكان. نشكرو كاع. وكما كنقول لكم ديما هادشي راه ماشي رياء ولا نقول لكم اودي حنا وكذا. حنا غير كنتسخرو هادشي غير ديال الناس اللي كنديرو هنايا غير ديال الناس. غير كنوصلو الخبز للفران ولكن كنحفزو واحد الناس واحد اخرين للخير. كاين الناس اللي كتضيع الفلوس غير في والو في شي حوايج اللي ما صافي حتى في حاجه. حنا كملين جينا دابا منين جينا هنايا محمد كي حسيت براسك انت؟ واحد بحال كتحس بواحد كتحس براسك خفيف وكتعرف راسك بلا كتقول الناس فين كتعيش الناس في المدينه ولا اخرى. احمد الله واخا شي احمد الله. الناس هنا راك تشوف جينا كوزينه خاويه كلشي خاوي ورغم ذلك يحمدوا الله هاد الناس هادو ما كانش ديما الحمد لله. ونشكروا جميع الناس اللي كتساعد الناس المحتاجه الله يتقبل من الجميع ان شاء الله. واللي لقى شي خير يديرو فشي بلاصه غير يديرو. الدنيا فايته وكلشي فايت وحنا غير ديال فالدار الدنيا هذا وصافي. سادات اللي دار شي حاجه مزيانه وصافي. السلام عليكم ورحمه الله.